موهوب من صغر سنه، حريف من حرفة الكرة اللي تحب تتفرج عليهم، لمساته للكرة تخطف قلبك وتحركاته في الملعب تاخد عينك. من أول يوم ليه مع الفريق الأول للزمالك وهو ما وصلش لل 18 من عمره، كتب شهادة ميلاده في ملعب الموهوبين، كل اللي دربه قال عليه لاعب من حتة تانية. نجمنا اللي بنتكلم عنه النهاردة هو محمد إبراهيم، نجم سيراميكا كليوباترا الحالي والزمالك السابق، وصاحب الهاتريك التاريخي في شباك النمسا ببطولة كأس العالم للشباب بكولومبيا. محمد إبراهيم اللي بدأ مع الزمالك وتألق معاه بشدة وخرج لتجربة احتراف سريعة في ماريتيمو البرتغالي، عاد مرة أخرى للزمالك عشان يكمل مسيرته بالقميص الأبيض، لكنه رحل عن فريق ميت عقبة وانتقل لفريق المقصة ومنه إلى سيراميكا كليوباترا فريقه الحالي. هيفتح قلبه للرقم 10 ويتكلم عن كواليس كتير في مسيرته وفرصه في العودة للزمالك وأسباب عدم إتمام صفقة انتقاله للأهلي وحلمه بالرجوع لمنتخب مصر. كل ده وأكتر هيسأله كريم رمزي لمحمد إبراهيم.